يعني تحولها من مجرد قانونا الى دليل قاطع حاسم. هدي محكمة في اي دولة عربية عندها الكونسيبت قليلا. يبقى اذا القوانين بتاعتنا حبر على ايه؟ على ورق. عشان كده القوانين بتاعتنا بقول حبر على ورق ليه؟ لان هو الكريتيريا اوف ايفالويشن هنا ايه؟ انا معيار التقييم عندي ايه؟ معيار التقييم عندي الريتس، الريتس بتاعت معدلات الجريمه بتزيد ولا بتقل؟ لو بتزيد يبقى قانون ايه؟ لكن لو بتقل يبقى قانون ايه؟ فعال. لكن ايه فايده ان انا اعمل قانون والقانون ينبثق عنه قانون والاثنين ينبثق عنه لائحه واللائحه ينبثق عنها لائحه ولائحه تنفيذيه ومش عارف ايه الكلام ده كله؟ وفي النهايه ايه؟ قال لي البيت بتاع الجرايم يعلى. يبقى انا عندي ايه؟ مشكله، عندي خلل المفروض ابص له. الخلل هنا يكمن في ايه؟ طورت قوانين العقوبات وما طورتش قوانين الاجراءات، فاصبح هناك فجوه بين التجريم والاثبات. الاثبات نزل تحت ايدي. المحاكم عشان كده بص حضرتك الكريمنال جاستس المنظمة العدالة الجنائية مش المحقق الجنائي بس هو اللي بيطور في نفسه، المنظومة نفسها الباكج كله لازم يتطور. لازم القاضي يقتنع ان الدليل اليقيني مش لازم يبقى مطبوع ولا مكتوب ولا مختوم ولا مرسوم، لا، والا انت هتيجي الدعوة قدام المحكمة وايه؟ وتطلع براءة. ومع أكثر دعاوى الجرائم الإلكترونية أو الجرائم المستحدثة اللي بتطلع إيه؟ براءة. زي ما بتقول كده المناسب المحامي لسه متخرج من كلية الحقوق ما يعرفش حاجة في القانون يقدر يطلع أي دعوة براءة. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم في البداية عندي مشكلة بتقابلني كمحقق جنائي إن أنا الدور بتاعي صعب قوي. الدور بتاعي صعب غير الأربيتريتور غير المحكم غير الشخص أو المحقق التقديمي. لا، ده أنا دوري هنا إنه أوصل بالأدلة، يعني أثبت أركان الجريمة والأدلة عند مستوى اليقين. الدفاع دوره محظوظ. محظوظ في دوره، دوره اللي بيشتغل على ايه؟ الشك. اي شك يطلع القضية ايه؟ براءة. فبالتالي طالما انا وسائل الاثبات لا زالت تقليدية غير مستحدثة، يبقى في فجوة كبيرة بين اساليب ارتكاب الجريمة ووسائل الاثبات. دي مش تعمل شك، دي حتى ما توصلش الادلة لمرحلة الترجيح. عندما يريد ان يعتمد، هذه قضايا موجوده الان من 70 عاما، يريد ان يعتمد مثلا الادله التقنيه او الامور هذه، يواجه انه مثلا يجي الدفاع يقول لا يا شيخ ترى هذه ايضا فيها وسائل تكنولوجيه ممكن يركب صوره على كذا ممكن يسوي. صحيح. فالقاضي في هذه الحاله يعني يدخل في ايش؟ عدم في ترجيح الادله ما هناك. فبالتالي هو يلجا للادله اليقينيه بدلا عن الادله المشكوك فيها، وهذه اشكاليه. والله انت بتتكلم صح. بص احنا لما نيجي نتكلم حتى على البروكس ونتكلم على ادله الثبوت الالكترونيه وغيرها، مفيش حاجه فيها يقينيه. بس خلي بالك انا هرد على الفرضيه بتاعتك بفرضيه ثانيه. هو انا الدوكيمنت مش ممكن يزور، مش كده ولا ايه؟ مش واحد بروفيشنال زار تركيعي وزار الخاتم بتاعي وزار اي حاجه، لازم كل حاجه في الدنيا سواء تانجبل او انتانجبل ممكن تظهر. لكن هي القناعه، المشكله في القناعه. اقول بس حضرتك القناعه ما زالت الى القائد. هو القائد لازم ينظر لكده برضه، ان حتى لو بشكل يعني ماتريلايزد، يعني بشكل مادي ممكن يصور،